سيدات السادة، ضيوفنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواعي السرور أن أشارككم اليوم افتتاح أشغال المؤتمر 38 لمفوضي مراقبة حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي الذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. حالة في توطيد علاقات التعاون وتوسيع آفاق تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين مختلف الفاعلين والمهتمين بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية من سلطات الرقابة وهيئات دولية مختصة ومستثمرين في القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي وفاعلي المجتمع المدني. ولا شك أن من شأن هذا اللقاء المساهمة في تسليط الضوء بأسلوب علمي وعملي على الإشكاليات والتحديات التي تطرحها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في وقت أصبحت فيه المعلومة عصب الحياة الحديثة وأساس الاقتصاد ومصدر الثروة في مجتمعات المعرفة. حضرات السيدات السادة، لقد اختارت المملكة المغربية مبكراً الاصطفاف مع نادي الدول الحرة والانخراط في سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى الانفتاح السياسي وتحرير الاقتصاد وبناء نموذج ديمقراطي وإقامة دولة المؤسسات وتحسين مناخ الأعمال. وبهذا الخصوص قامت بلادنا بتحديث ترسانتها القانونية في الميدان الاقتصادي كمدونة التجارة والقانون البنكي وقانون الاتصالات وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية والتأمينات والتنظيم القضائي والشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من القوانين ذات الصلة. كما عززت بلادنا إشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. كما قام المغرب بإدخال إصلاحات قوية على قوانين الحريات العامة كالصحافة والجمعيات والتجمعات العمومية ووضع آليات قانونية لمواكبة التطور التكنولوجي وحصر الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن الاستعمالات غير المشروعة للتكنولوجيا الرقمية. وفي هذا الخضم أولى المغرب أهمية خاصة لموضوع حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل متصاعد ولا سيما خلال العقد الأخير من خلال مجموعة من التدابير التشريعية والمؤسساتية والإجراءات العملية الرامية إلى تكريس حماية الحياة الخاصة للأفراد.